Americans have a constitutional right to freedom of religion, but many believe such an overt expression of Islam is unacceptable so close to ground zero. Sound or do something as hateful as to burn their most sacred book. هم لا يرون في المرأة سوى قطعة من اللحم. إن الله كرم المرأة بهذه العقوبة عقوبة الضرب. أسياء جدا. يكفروا من لا يتبعهم. Oh my God. أنا بستغرب من إن حد وظيفته شيخ. هدفهم الاستيلاء على الحكم. الشعب قال عايز دين، عايز دين، اديله دين. وإحنا بتوع الدين. وإحنا بتوع الدين. وإحنا بتوع الدين. وإحنا بتوع الدين.